الكلي على اللعيبه الدوليه اللي شاركوا. مستر مارتن لساتي اطمن عليهم، محمد الشناوي وايمن اشرف ووليد سليمان ومروان محسن. طيب نرجع تاني لشريف شعبان اللي رجع لنا على التليفون. يا شريف برحب بيك. اهلا بك يا زميلي عمر، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ربنا يخليك، وحشتنا كتير. لكن عايز اعرف منك يعني الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي بعد مباراه امس، وهل الجهاز الفني راضي عن الاطمئنان على الرباعي الدولي واخر الاستعدادات للنادي الاهلي قبل مباراه المقاولين العرب اللي جايه ان شاء الله؟ خليني اقول لك النهارده التمرين كان في السادسه مساء، طبعا بعد المباراه الوديه بالامس بعد الفوز على فريق بلاستيك باربع اهداف مقابل لا شيء. يمكن مستر لاسارتي وباقي الجهاز قرروا ان التمرين من يوم السبت والحد والاثنين هيكون الساعه السادسه مساء، ويوم الثلاثاء هيكون التمرين صباحا، وبعد التمرين هيكون في وجبه غداء والسفر الى برج العرب لمبيت ليله مباراه الاهلي ومقاولين العرب يوم الاربعاء المقبل، اللي بنتمنى باذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي. النهارده كان التمرين الساعه 6، كان في اجتماع من مستر لاسارتي مع لاعبي الفريق طبعا وباقي الجهاز لمده حوالي 5 دقائق، اتكلم فيها عن مباراه الامس، اتكلم فيها عن المباراه المقبله، طلبهم بالتركيز، طلبهم بالفوز على فريق مقاولين العرب، طلبهم بالتركيز فقط في الملف المحلي بقى، ينسوا منتخب مصر وينسوا كل الاحداث اللي حوالين المنتخب وبطوله افريقيا، ونركز فقط في مباراه المقاولين العرب، ما يفكروش خالص في مباراه الزمالك، التركيز فقط في مباراه المقاولين العرب والحصول على 3 نقاط، تقديم عرض مشرف، يلعبوا كورتهم، يلعبوا الكوره اللي كانوا بيلعبوها في اسبانيا في المعسكر الناجح اللي الكل اشاد بيه. يمكن بعد التمرين يمكن كان مستر لاسارتي وهو الاطالات شغاله، طبعا اللعيبه اللي شاركت امبارح في مباراه البلاستيك يمكن معظمها ما شاركش التمرين النهارده واكتفوا تمرينات الخفيفه ثم الاستشفاء. يمكن مستر لاسارتي اثناء الاحماءات للاعبي فريق النادي الاهلي كان منفرد بالكابتن محمد يوسف والكابتن سامي قمصان في اجتماع يمكن امتد لحوالي نصف ساعه. على الجانب الاخر يمكن لاعبي الفريق تمرينات واحماءات وجري حوالين الملعب ثم فقرات تخلص على الجول من جميع الاجناب ثم اختمها تقسيمه يمكن وقفها كذا مره عشان يصلح الاخطاء اول باول. الجلسات النفسيه مستمره، الجلسات مستمره منعقده يمكن مشاركي بينفرد بيها او بيمتاز بيها في يمكن طوال فتراته مع النادي الاهلي. كان ليه جلسه قبل التمرين مع السوليه، يمكن كان ليه جلسه مع احمد الشيخ بعد نهايه التمرين، كانت جلسه طويله شويه. على الجانب الاخر مدير الكره الكابتن سيد كان في جلستين مع اسلام محارب واحمد علاء يمكن بعد نهايه التمرين، يمكن جلسات برضو طويله. الجانب الاخر كابتن طارق سليمان والحراس الشناوي علي لطفي مصطفى شوبير احمد طارق النهارده تمرينه قويه جدا، يمكن بطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي ظهر فيها بكل قوه حارسنا الدولي محمد الشناوي، قدم تمرينه ولا اروع ولا اقوى، يمكن بيعلن جاهز طبعا لمباراه المقاولون العرب. يمكن النهارده كان في اصابه خفاف في التمرين لمحمد شركي واحمد الشيخ، بعد نزول الدكتور الحمد لله كملوا التمرين. التأهيل مستمر، على الجانب الاخر محمود وحيد يمكن النهارده ما شاركش، النهارده كان بيتأهل، ومحمد محمود طبعا اللاعب الكبير اللي اتمنى باذن الله شفائه يكون يرجع بسرعه، النهارده التمرين والتأهيل النهارده وما شاء الله نمسك الخشب ماشي كويس جدا في التأهيل، يمكن بنتكلم من شهر ونص لشهرين كتير جدا جدا جدا، وهيكون مشارك مع لاعبي النادي الاهلي بصفه منتظمه. زميل عمر شريف طمنا على محمد محمود وحالته، انا سمعت ان هو خلاص قرب ينزل الملعب او بالفعل بدا ينزل الملعب كده بينطط الكوره، وقدامنا على التلفزيون اهو قدامنا على الشاشه وانا بتكلم معاك ان محمد محمود نزل. عايز طمن كل جمهور الاهلي الحاله اللي وصل لها وممكن يبقى قدامه قد ايه علشان يلعب، يعني يخش في تدريبات الكوره بشكل منتظم، وفي نفس الوقت ممكن من الموسم اللي جاي هل هيكون متاح ولا لسه مش هيكون جاهز 100%؟ خليني اقول لك ان محمد محمود يمكن مش عاوز اقول بيجري، محمد محمود عاوز يرجع النهارده قبل بكره. محمد محمود النهارده شايف الاسبرنتات بتاعته يعني ما شاء الله ما شاء الله كويسه جدا جدا جدا، ما فيش زكه خالص. هو عاوز يرجع تمرينات الكوره النهارده، يمكن كان في التاهيل النهارده طبعا في تسلم واستلام ما شاء الله بيأديها كويس، الدريدنج من كوره طبعا كويسه جدا، بيجري بالكوره كويس جدا، يمكن تفوق كاس تصويبه كده خفاف من دماغه كده اهوت. لا لا الدنيا بالنسبه له مطمنه، بنتكلم في شهر ونص يعني باذن الله ونص 9 باذن الله يكون على اقصى تقدير موجود فيه، هيكون طبعا بدايه الموسم لسه الموسم بدا، هيكون باذن الله محمد محمود يدور قوي جدا مع النادي الاهلي. بطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي محمد عاوز يرجع النهارده قبل بكره، ولكن الجهاز الطبي بيتعامل معاه بهدوء لان الولد عاوز يرجع باي شكل، بس الشكل ومؤشرات العام النهارده في شكل الملعب وانت بتبص عليه في الملعب لا لا حالته جيده جدا، حالته بتبين ان هو هيرجع باذن الله، ممكن يرجع قبل شهر ونص من الان باذن الله.
شريف بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، اتكلمت معانا في كل الامور الخاصه بفريق الكره وطمنتنا على اللعيبه الدوليه وطمنتنا كمان على حاله الفريق الاول قبل مباراه المورين العرب وكمان على حاله محمد محمود. بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز شريف شعبان. كده يعني يعتبر خلصنا مع حضراتكم.